عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك تصفية حسابات على مستوى بعض أعضاء الفوف. تعالوا نشوف شو هذا العنوان. بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، ويلا مع بعض نشوف شو المقصود بهذه التصفية. هيا بنا نسمع. خير ديال زيتشي نتكلم على روروة اللي هو عرف يتماشى مع قضية البهاماس، لأنه روروة تمشى بصح القوانين مازالوا هما هما، فما كملناش في السيرة تاع القوانين هذيك باش كنا نكملوا. واش دار الحاج روروة؟ لأنه الحاج روروة ما كانش ساهلة باش تمشى مع القوانين، وفق قانون هو بارمي الناس، هو سامحني، هو بارمي الناس اللي كريو هذا البهاماس، اللي قنعوا الفيفا، اللي قنعوا الفيفا باش يبقى له دائما تدخل له تبقى له في الحاجة في التاريخ تاعو، لأنه يبقى نحترموه ونسلموا عليه الحاج. أنا لا كونتينيتي في لا فيديراسيون اللي ما كاش المشكل تاعنا، أي فيدرالية اللي تجي ما تخدمش على حساب الفيدرالية اللي مشات، دائما عندنا تصفية حسابات وتصفية كذا، وهذا الشيء اللي ينعكس على المنتخب الوطني الجزائري. اليوم 14 لاعب جابوا خير الدين زتشي، هو ثاني مشكور، شوفوا باللي منهم تاع الفيفا، منهم اللي بعدين أربعة لاعبين رايبين بسبب قانون بدلوا الجنسية ثاني، لانه من الجنسيه الجنسيه، او ثلاث لاعبين، ثلاث لاعبين حتى بن ناصر كانت عنده ثلاث جنسيات، عنده مغربي فرنسي وجزائري، واختار الجزائر. كيفاش اختار؟ استنى باسكو هباك خاوتنا المغاربه الان عليك ما تحملوش هذه، انه بن ناصر باباه مغربي، بصح باش قنحته صدر كانت خدمه كبيره، عمل كبير صح كما قال مصطفى، باش درت المحيط هذاك، رحت عند المحيط تاعو ووالديه، وكيفاش قنحت والديه وكيفاش قنحت المحيط تاعو، ما هي سهله. حنا حبينا بالدرجه هذه، اولا راح نلعبوا مازال ما يخفلش 2023 و2025، دونك الوقت راه يجري، كيفاش نزيدو نجيبو بعض اللاعبين اللي اخترعوا بالماضي. كان خطرة أكد خلك أنايا اللي حب يجي للمنتخب الجزائري هو لازم يمانيفيستي، سي فري كو لو جوار لازم يمانيفيستي، بصح لازم حنا ثاني نروحوا ليه ولازم نقنعوه، باسكو امبوسيبل ان جوار خاطش عباك اللي عاونوا لي جوار، شكون اللي ما اللي عاونوه؟ لي جوار اللي جاو هما اللي عاونوا لي جوار اللي راهم حابين يجوا، ولا اللي انت باش تقنعهم باش يجوا. خاطش العمل هذا ما راحش يكون عمل سهل، راح يكون عمل كبير، فيه خدمه وفيه جلسه كما قاعد لك تشوف فينا، احنا رانا قاعدين الله يبارك في خمسه، يكونوا هكذا مسؤولين، ما يكونش غير الماناجر وحده، خاطش هذه كلمه ماناجر اللي لا بور جيري، تعطي له دي زورد وهو يجيري، نو هي تكون كاينه اون كوميسيون كيفاش لا ديتيكسيون باش تشوف هذه تاع الشبان مين راه يلعب، وباش تروح تشوفه وتقنع قبل ما تروح للاعب، لازم تروح للماليه، لازم تروح للبابا واليما وتقول له احنا الجزائر وما ادراك ما الجزائر، تشرح له المشروع وها واش حابين نديروا واش رانا حابين نوصلوا وتفلح منا، او باغ اكزومبل يفون سيتي دي جوار، يفون سيتي بن ناصر، يفون سيتي محرز، يفون سيتي كاع، راح تولي كيما هادو الناس. وشو وين محرز قال راه في مانشستر سيتي، شوف بوقرة وين وصل راه مدرب اليوم. هذه لازم لها خدمه كبيره، ما هي سهله. صح. انا نتمنى انهم يكملوا بالطريقه هذه ولم الشمل ما بين حتى الرؤساء. لو كان هذاك الوقت، انا هذه عقليتي نقولها دائما، وكان الحاج روروة انا نخليه كرئيس شرفي للفيدراليه الجزائريه، لانه خبره كبيره، خبره لدرجه انه لقجع سمي بالتلميذ بالنسبه لروروة. ايه باسكو علاه تحب نحبو ولا نكرهو، سيد عنده مكانه تاعو، جا خير الدين زتشي الى توني ثاني طال بزاف، عرف كيفاش يسير المنتخب الجزائري، خاطش احنا نتكلموا على المنتخب الجزائري، ماناش نتكلموا على الكره المحليه، الكره المحليه عندها ديسكور واحد اخر، نتكلموا بوكو بلوس على المنتخب الجزائري اللي كي جا خير الدين زتشي عاود هذاك الوقت لو كان درنا ما نفرقوش. اليوم هذا بدينا نواسوا روحنا على التفريقه،
وكاين بعض الناس ربي يهديهم. بصح انت واش قلت محمد؟ قلت واحد الكلمه قلت لي يجي يصف في حسابات مع اللي راح. مع اللي راح، هذا هو المشكل. وهي نورمالمون الخبره تاع روراوا المشكل ما صفوش حساباتهم، يعطيها العماره المشكله. محمد هذه هي، علاش هذه التفريقه؟ هذه هي محمد. نقول لك لي زوبورتينيست، حنا كيما نقولوا الناس اللي عندها المصالح هي اللي لحقت كره القدم الجزائريه. هل في المعقول انه منتهى الناخب الوطني الجزائري بالطريقه هذه؟ كنا في الغرقاء، اليوم شوف المنتخب الجزائري وراه